أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالرد على السلام في الصلاة، ما هي الخلاصة في ذلك؟ هل يرد المصلي عندك قسم؟ يرد بالإشارة. هل يستحب الرد بالإشارة أو الأفضل الترك؟ يستحب أن يرد بالإشارة، وإن اختار أن يرد بعد الصلاة فله ذلك، ولو لم يرد بالكلية فلا إثم عليه، لأنه سلم عليه في وقت لا يجب عليه أن يرد السلام. يبسط كفة سواء بسطها صاعدة أو جانبة، يجوز هذا وهذا، سواء صعدها هكذا أو فعل أو أشار، نعم، أو أشار مبسوطة هكذا. القصد هي الإشارة بالكف، يشير بالكف بما يفهم رد السلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث كذلك حديث الرد على السلام متعلق بالأعمال في الصلاة، بعض الأعمال تشرع وتكون مقيدة للحاجة، وأيضا ما يكثر من الحركة. قال: ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، إسناده صحيح. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى حمل الصبي في الصلاة، ذهب جمهور العلماء إلى جوازه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وخالف أبو حنيفة فقال بفساد صلاته، والراجح قول الجمهور. المسألة الثانية: المرأة ترضع صبيها، يعني في الصلاة وهي تصلي. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: واختلفوا في المرأة ترضع صبيها، فقال الأوزاعي مرة قطعت صلاتها، وقال مرة إن كانت من ضرورة فلا بأس به، وقال أبو ثور إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة، انتهى. قلت: قول أبي ثور أقرب، وهو قول الحسن والنخعي كما في فتح الباري لابن رجب، والله أعلم. يشترط أن لا ينكشف ثديها، لأن هذا الموضع مما يجب ستره في الصلاة. وعلى هذا فإذا أرضعته من تحت الثياب فلا حرج عليها، ويكون للحاجة لأنه عمل في الصلاة ويحتاج إلى حركة فيكون للحاجة. المسألة الثالثة: قتل الحية والعقرب أثناء الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة.
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي انتهى. قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو الجواز من غير كراهة، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. ولو احتاج إلى حركة، يعني إلى حركات متوالية، فقد أذن بذلك. وإذا يشغل المصلي عن صلاته، هذا إذا كان قريبا منه، أما إذا كان بعيدا يحتاج إلى حركات كثيرة متوالية فلا. إنما المراد إذا كان قريبا منه يحتاج إلى حركات قليلة. الإكثار الكثير المتوالي الذي يبعده عن الصلاة هذا يبطل الصلاة. المسألة الرابعة: قتل القمر والبراغيث في الصلاة أو القمل. قتل القمل والبراغيث في الصلاة، في قوله تعالى: والقمل والضفادع والدم، اختلفوا في تفسير القمل فيه، ومن أحسن ما ذكر في الآية أن المراد به السوس الذي يأتيه في الطعام، لأن الله ابتلاهم بما يفسد أطعمتهم. أرسلنا عليهم الطوفان أولا، طوفان أفسد مزروعاتهم، والجرادة أفسدت محاصيلهم، والقمل والضفادع والدم، كلها كانت تفسد عليهم معيشتهم ومأكولاتهم. قال: ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه. والقمل بالتسكين وفتح القاف هو ما يكون في الرأس، والبراغيث الذي يقفز ويمتص الدم. ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه، واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، أي كما أمر بقتل الحية والعقرب، فإذا رأى البرغوث فله أن يقتله، أن يمسكه وأن يقتله. وهو ثابت عن معاذ رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. وكرهه الليث وأبو يوسف، وقال: الأوزاعي ترك ذلك أحب إلي. والراجح القول الأول، والله أعلم، لأنها ربما تؤذيه، وإذا أخر قتلها شغلته عن الصلاة. ومثل ذلك البق. البق، تعرف البق عندك قاسم؟ لا تعرف البق وأنت يا ماجد؟ لا. البق بنات الحصير التي تسمونها ماذا؟ الكتم. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: العمل في الصلاة من غير جنس الصلاة. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة يبطلها، وممن نقل الإجماع الحافظ في الفتح وصاحب الشرح الكبير وصاحب المبدع من كتب الحنابلة. ثم اختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال. ذكر النووي في شرح مهذب أربعة أوجه في مذهب الشافعية، وهي: الأول، القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسعها. قال النووي: وهذا ضعيف أو غلط. الثاني، كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعا قليل، وما احتاج كثير. الثالث، القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيها. هذا أحسن من الذي قبله.
ولكن الرابع أحسنها. الرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف يعني الشيرازي والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، قد أشار في كثير مما ذكر إلى أحاديث رد السلام وخلع النار ولبس ثوب خفيف أو نزعه وحمل صغير ووضعه، أشار إلى حديث دفع المار البصاق في الثوب، كل هذا جاءت له في أحاديث وأشباه هذا. وما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوارية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. والراجح في تعيين الكثير هو ما صححه النووي وهو الذي عليه جمهور الحنابلة. وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوارية فليس عليه دليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال وحمل البنت في الصلاة والصعود على المنبر والهبوط منه، وهذا يظهر منه أكثر من ثلاث حركات، وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث حركات. فإذا قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. والذي يبطل الصلاة منها هو المحرم، فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، والحركة المندوبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. انتهى باختصار، وقد ذكر رحمه الله مثلا لكل قسم منها فراجعه. والتقدم إلى السترة كأن يكون ذهبت سترته، كان يصلي إلى رجل إن كان حركة يسيرة، الخطوة والخطوتين ثلاث لا بأس، أما إن كان بعيدا فلا. فبعض الناس يتكلف وربما مشى خطوات كثيرة قد يبطل صلاته، خطوات يسيرة لا بأس، سواء أمامه خفلا. الذي أمامه سترة ما يحتاج إلى أن يتحرك، هذه حركة مكروهة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.